جيت من سوريا بال2013، معي 3 أولاد ويا الاحتياجات الخاصة. بال2014 صار عندي حمل، دعوني لهون لأنه بعرفوا الأولاد، شافوهم شافوا وضعهم، أعطوني الحبات الفلك وظلوا يتابعوني. الحمد لله جبت ولد صار سليم، والفضل برجع على رب العالمين ثم لتنظيم الأسرة هون والشباب والبنات اللي ما قصروا، دعموني دعم نفسي، يعني قابلوني شجعوني على أني أستمر بهالحياة، أني ما أيأس، وكمان نظموا لي أسرتي يعني أني ما يصير عندي حمل، يعني مشان ما تتكرر التجربة. جيت لعند تنظيم الأسرة وقلت له وضعي كذا كذا، قامت قالت لي في الواقيات الذكرية في يعني كذا أسلوب يعني أني مشان أنظم أسرتي، أعطتني والحمد لله مشيت عليها وأموري زبطت. أي صار لي شي 6 سنوات واقفة على الإنجاب، تعلمت شغلات كثيرة، أني شلون أدعم أولادي، شلون أوعيهم، شلون أصحيهم، يعني أنه ما كنتش أعرف أنه شو تنظيم أسرة، يعني لو أعرف شو تنظيم أسرة من أيام سوريا كان ما عادت التجربة. بوجه للنساء إنهن لازم إنهن بس يصير عندهن حمل يروحن يفحصن حالهن، يفحصن الرحم، ينظمن أسرتهن كويس، مو إنه خلص حملنا وانبسطنا، لا يروحوا يتعالجوا.